لم يكن يعلم المواطن جورج اسكندر قاروشي السورياني المذهب أن يكون تخليه عن جنسيته الأصلية والاستعاضة عنها بالجنسية اللبنانية مع زوجته سيدخله في مشاكل قد تدفع ثمنها ابنتاه اللتان بقيتا مكتومتي القيد. نحن الأصل من تركيا، جينا على سوريا، من سوريا جينا لهون، جنسنا هون عن جديد وتأخرنا، قدرنا جواز، سجلنا جواز، كان صار عندنا بنتين بهالفترة هيدي. رحنا نسجل البنات ما عادش يقدروا يسجلونا اياهم، صار لي 14 سنة بالمحاكم، هلا اليوم عندها تقديم بريفي، مش عم بيعطونا ورقة لأن خليها تسجل بريفي. هلا أوقات بصير بيكون إهمال من الأهل، أوقات بيكون البي لنقول سوري وما في يقطع على سوريا ليجيب وراق ليقدر يسجل زواجه، بيقوموا ما بيسجلوا لهم الأولاد، وبيضلوا من سنة لسنة هالولاد بفوتوا على المدرسة بموجب شو؟ ورقة من المختار بسموها ورقة التعريف. هيدي ورقة التعريف المدارس بتعترف فيها وعلى أساسها بيتعلم التلميذ، بس وين بيصير في عنا مشكلة؟ بس يوصل هالتلميذ للتقديم. جورج الذي أصر على اصطحابنا إلى المدرسة معه لملاقاة ابنتيه ناتالي وكارمن لمست لديه غصة في القلب وخوفا من عدم تمكن ابنته الكبرى ناتالي من إكمال دروسها. مقهورة صراحة وخايفة ما رح إنه سنة من عمري عم بتضيع هيك. قبل كم شهر اجانا تعميم من وزارة الداخلية انه في هيدا القرار، هيدا القانون مفروض تلتزموا فيه، قمنا التزمنا فيه من كم شهر، بطلنا نعطي افادة التعريف، ولكن عبر كل هالسنين كانوا هالولاد هالتلاميذ بياخذوا افادة من المختار وبيقدموا بريفي، بيقدموا تيرمينال وبيتخرجوا من الجامعات اللبنانية على اساس هالورقة. طيب هلا شو بنعمل؟ كل صراحة اجتنا عدة كتب بعدين من بعد ما نحن من مراجع أمنية عم تطلب منا انه عدم السماح لهم لأنه عم يصير في تجاوزات للمختير من أي ناحية. لأعطيك أنا مثل ان الاستحصال على مثل تلك البطاقات يساهم في إخفاء هوية الأشخاص الحقيقية في حال تم توقيفهم من قبل الأجهزة الأمنية وخاصة إذا كانوا من جنسيات غير لبنانية، وقد تساعد هذه البطاقات كل مطلوب على التجول بحرية دون أي رادع أو ملاحقة قانونية. بيعطوا ساعتها إفادة الأمن العام، الأمن العام بيعطيهم بيتحققوا أنه هي مكتوم، أكيد مكتوم، مكتوم يعني منه من جنسية معينة بالمرة، أو إذا بيّن أنه من جنسية غير جنسية اللبنانية بيّن معه الأمن العام. بحسب ما علمنا ناتالي تم تسجيلها في المدرسة مع أختها بموجب وثيقة ولادة رسمية وبموجب إفادة محكمة، وكذلك بموجب المادة 108 للقرار 1130 على ميم في النظام الداخلي للمدارس الرسمية الصادر عام 2001، وذلك بعد موافقة رئيس المنطقة التربوي. فلماذا إذن تمنع من الامتحانات؟ نحن عملنا كتاب لمعالي ومعالي رح يبعثوا كمان على وزارة التربية، بمعنى أنه الأشخاص اللي هن لبنانية ومسجلين بالسجلات اللبنانية بيقدر المختار يعرف عن أولادهم. حتى وزارة التربية مفروض تطلب إخراج أيد عائلة ويعطي إفادة المختار أنه هذا الشخص أمه، هيدي أمه، هذا بيه، هم مدونين بهالسجل، بيعتبر مدونين بمنطقة معينة ورقم سجلهم هالقد، ويحطوا معهم يرفقوا ربطا معهم إخراج أيد عائلة. افتكر كيف القاروشي ومن يشبهونهم في ظروف سيعتبرون كاستثناء لحصر العشوائية في ملف مكتومي القيد والحد من الخارجين عن القانون، وبذلك ستكون مشكلة ناتالي وكارمن قاروشي عند وزارة التربية قد حلت بحسب مصادر في الوزارة، وستعاملان كباقي زملائهما في الامتحانات الرسمية.